سفيان بوفتيني تتحول لمنتخب سيراليوني. سيراليون بلمسة ولمسة والمتابعة والهدف والهدف عبر المبدع كويكوامي. المتابعة بشكل ممتاز جدا. الخطورة جاءت من ويام ساغوستين والختم والأي ختم من كويكوامي القادم من إسلندا الذي يتمكن من تسجيل الهدف، هدف التعادل عكس الهجمة بشكل سريع. سيناريو مماثل للمواقع في الجولة الأولى من هذه المباراة، التحول بالكرة بشكل طولي في غياب رقابة دفاعية، في غياب أي اعتراض من طرف لاعبي الفريق الوطني، تمرير الكرة بالمقاس، تصدي ناجح للحارس عبد العالي محمدي، وفي النهاية التدخل من طرف